مريض سافر للعلاج من قريته إلى مدينة معينة وتوفي حيث سافر للعلاج. زوجته كانت برفقته أثناء فترة العلاج. أين تعتد بعد وفاته؟ في المنطقة التي توفي فيها وتعالج فيها أو في مكان إقامته الأصلي وقريته الأصلية؟ ترجع إلى بلدها وبيتها لأنها في هذا الاعتبار مسافرة. أي توفي زوجها ترجع إلى بيتها الذي في بلد الإقامة.